وكيل الزراعة يتعهد بتنفيذ خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي. مزارعو الجاش المسكيت يهدد المخزون الجوفي لمياه المشروع. والنفط يرتفع فوق 55 دولارا للبرميل بفعل إغلاق جزئي لحقل ليبي. أهلا بكم مشاهدون الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحدث الاقتصادي والذي نستهله بحزمة من أخبار الاقتصاد المحلية والاتحادية والعالمية، ونناقش في ملفه مستقبل الزراعة في السودان وخطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي. نقدم بعده إن شاء الله طائفة من أخبار الولايات، ونعرض قضية المراحل التي توصل إليها فريق العمل الخاص بانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية في قضية اليوم، ونختمه بحزمتين من الأخبار الإقليمية والعالمية. ابقوا معنا. أهلا بكم. اطلع الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية على تطورات العمل في مجال المعادن وقضية المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأكد وزير المعادن أحمد محمد صادق الكاروري في تصريحات صحفية عقب لقائه نائب رئيس الجمهورية بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم التزام الشركات العاملة في مجال التعدين بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، بجانب التزام الشركات العاملة في مجال استخلاص الذهب في السودان بالضوابط والمواصفات المعتمدة والمتعارف عليها ومتابعتها عبر جهاز رقابي مختص. أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 3477.828 نقطة، وفي معاملات اليوم ومقارنة بتداولات يوم أمس فقد شهد اليوم ارتفاع حجم التداول من 2,490,000.83 إلى 320.963.5 جنيه، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 4,894 إلى 30,366 ورقة، وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 43 إلى 124 صفقة. وفي مجال حركة الأسعار شهد قطاع البنوك وشركات الاستثمار اليوم استقرار أسعار أسهم كل من بنك التضامن الإسلامي السوداني اليوم عند 2.62 جنيه، وبنك الثروة الحيوانية اليوم عند 0.8 جنيه. أكد البروفيسور نجم الدين داود وكيل وزارة المعادن على ضرورة التزام كافة الشركات العاملة في مجال التعدين بالاشتراطات المتعلقة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية، ودعا لدى مخاطبة اجتماع الجلسة الافتتاحية لملتقى مشرفي البيئة والسلامة والمسؤولية المجتمعية بالشركات بوزارة المعادن اليوم، دعاها للاهتمام بالبيئة بوصفها الأساس، ووصف الملتقى الأول بأنه بداية لمراجعة قضايا البيئة، معربا عن أمله في أن يخرج الملتقى بأفكار تدعم اتجاه الوزارة في الحفاظ على البيئة. تعهد وزير الموارد المائية والكهرباء والسدود المهندس معتز موسى بوضع المعالجات الجذرية للإشكاليات في نهر الجاش من حيث البنيات التحتية بصورة كاملة، إلى جانب اعتماد نظام إداري لتشغيل حوض الجاش ووضع بنية إدارية ممتازة للصيانات الدورية تعمل على تقليل الخسائر التي تنجم عن فيضانات الجاش رغم بداية متأخرة. وأشار خلال زيارته لولاية كسلا إلى التنسيق الذي سيتم بين الولاية والوزارة فيما يتعلق بإدارة أعمال الترويض، مبينا أن الأضرار التي حدثت بالفم موسم الفيضان السابق تعتبر كبيرة وأدت إلى حدوث أضرار وخسائر متعددة. أشاد اتحاد الغرف الصناعية بالدور الكبير والجهود المبذولة من وزارة الموارد المائية والري والكهرباء
في توفير الطاقة الكهربائية للقطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد رغم الظروف الاقتصادية وتحدي تقديم الإمداد في فترة الصيف، مشيدا بالتزام الوزارة بعدم زيادة تعريفة الكهرباء للقطاع الصناعي في الوقت الحالي. وأشار الاتحاد في بيان صحفي إلى السعي الاتحاد لمعالجة المشاكل التي تعيق العملية الإنتاجية في قطاع الصناعة والنهج العلمي والعملي المتبع في هذا الشأن ودراسته للمشاكل ومحاورة الجهات ذات الصلة لإيجاد البدائل. أعلنت الحكومة موافقة 3 شركات نفط صينية وماليزية وهندية على جدولة مديونيتها لدى السودان البالغة 350 مليون دولار على مدى 32 شهرا. وقال وزير النفط محمد زايد عوض إن الشركة المذكورة قبلت بتسوية مستحقاتها مع الحكومة عبر جدولة تستمر نحو 32 شهرا، أي ما يعادل 20 مليون دولار شهريا. وأشار الوزير إلى أن المستحقات التي تم الاتفاق على جدولتها مع الشركات الثلاث عبارة عن ديون خام النفط الذي تقترضه الحكومة لتشغيل مصافي النفط المحلية وتقدر قيمتها ب 350 مليون دولار. ننتقل عقب الفاصل لمناقشة تفاصيل ملف اليوم، فابقوا معنا.